هاي جايز، معكم كريم، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم راح افتح الزورو اكس شوب انسانيتي كولكشن من توي تراينجل. جاهزين معي؟ مجموعه انسانيتي هي عن الانسين كومبوز اللي تقدروا تستخدموا اكثر من بلاستر واحد عشان تعملوا كومبوز جديده. وبهاي الحلقه راح نجيب 4 بلاسترات عشان نعمل هذا. اول اشي راح نحتاج بلاستر موتورايزد ريش فاير اللي هو كهربائي، اللي هو بيطلق الاسهم بدون ما يوقف. خلونا نفتحها ونركبها. وهيك فتحنا الريتش فاير الكهربائي. طلعوا يا جماعة الديف فخيم. بيجي مع الترايبود، الأسهم والمخزن. يلا نحطهم مع بعض. شايفين كيف بيروح البلاستر 360؟ يا سلام. يلا نكمل. والحلو بالمخازن انه تقدروا تركبوهم مع بعض. وهيك ركبنا المخزن. خلينا نعبيهم بالأسهم عشان يكون جاهز. الريج فاير الكهربائي بيجي مع 72 سهم. قبل ما تركبوا المخزن بس تأكدوا انه جوا البلاستر يكون في بطارية، وبيجي معاها قطع عشان تركبوا كمان بلاستر وكمان تركبوا كمان أسهم. خلينا هلأ نركب الأسهم. هيك ركبنا المخزن، خلينا نجرب. عشان نركب الكومبو اللي كتير جعبالي اياه، خلينا نركب ونعمل انبوكسنج للماد ميجا بارل. وهي الماد ميجا بارل اللي بيحمل 72 سهم. شايفين مثل الصورة؟ يلا خلينا نفتحها. وهيك شكلها بعد ما فتحناها. كمان بيجي معاها مخازن عشان تخزنوا كمان اسهم. يلا نجربها. إذا هاي أوريدي خيالية، كيف رح تكون لما هي على الريج فاير؟ عشان الكومبو تبعنا يكون رهيب أكتر، رح نفتح المانك والبرزيركو. هذا هو البرزيركو وهذا هو المانك. يلا نفتحهم عشان نركبهم على الكومبو. وهلا فتحنا البرزيركو والمانك، يلا نعبيهم. خلينا هلا نركبهم مع بعض عشان نعمل منصة بلاسترز خيالية. شايفين؟ هي الماد ميجا بارل، وهي المانك، وهي البرزيركو، وهي الريج فاير. طلعوا الكومبو يا جماعة. هذا الكومبو الكبير بده محل واسع وكبير. يلا الحقوني. وهيك خلصت الحلقة، إن شاء الله عجبتكم. بس إذا بدكم تشتروا هاي اللعبة بس دوروا على الستيكر توي تراينجل عشان تتأكدوا إنه هي أصلية. ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب. يلا بشوفكم بفيديو شاي، باي.